بقى عدم وجود فتحة الشرج في منه نوعين. في نوع ان ما يبقاش في، يبقى القولون مكتمل تماما بس فتحة الشرج بس اللي مش موجودة، عايزين نعمل له فتحة الشرج على طول في نفس، ودايما احنا ما بنعملش عملية الشرج دي في نفس يوم الولادة، بنستنى لليوم التاني، لان احيانا الاشعة بتديني ان هي من النوع العلوي ان ما فيش قولون، فنخلينا نعمل تدخل ازيد شوية، فنستنى لتاني يوم عشان الاشعة تبقى صادقة. فلو هي العمود الهواء بتاع القولون شايف ان القولون مكتمل، يبقى اسمها عدم وجود فتحة شرج من النوع السفلي، وده ساعتها هنعمل فتحة شرج بس، وما بيكونش في مشكلة في العضلات او حاجة في الغالب في 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 في, في النوع ده بتبقى مشاكل العضلات قليلة قوي. النوع التاني ان يبقى عندي اخر القولون مش مكتمل، وممكن يكون فاتح في المثانة او في مجرى البول او في المهبل في البنات، تمام، ونلاقي او مش فاتح في حاجة خالص، مقفول بس خلص. بس فوق، منتهي فوق، ومفيش فتحة شرج، ساعتها هيبقى محتاج ان احنا نعمله على جراحات مرحلية. الجراحة الاولى هي ان انا اعمل تحويل للبراز عشان الطفل يقدر يتبرز، وبشوف الناس لما بنقول لها كده بشوف ان دي قد تكون نهاية الحياة، ابدا خالص، هي مجرد بدل ما هو بيتبرز من المكان اللي مكان الشرج، يتبرز من الجنب لمدة صغيرة جدا، احنا بس نعدي للطفل مرحلة دي اللي هو الطريقة اللي بطنه اتنفخت فيها، وبعد كده بنزرع له الشرج، بنشد القولون وبنزرع الشرج، وبنحاول ان احنا نحافظ على العضلات ونحطه وسط العضلة، وبحيث يبقى عنده تحكم بشكل كويس، وبعد كده بنقفل هذه الفتحة وبيبقى انسان طبيعي. النوع اللي هو ده العلوي احيانا في نسبة في منه بيبقى عندها تحكم في البراز، مش بيبقى بالشكل المطلوب، مش بيبقى احسن حاجة يعني، لكن بنقدر نتعامل معاه وبنقدر نوصل للطفل بعد كده البر الامان يعني.